السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هفتح لك عينك التالتة لرؤية عالم الملكوت، وتقدر من خلالها أنك أنت تعرف فين مكان السحر ده. بالطريقة دي هنستخدم فيها قرينك اللي موجود في جسمك، واستخدام القرين لا حرج فيه، ولكن هنستخدمه بالطريقة الشرعية. عايز أقولك يا أخي الكريم أن العالم اللي احنا بنعيش فيه ده مقسم لقسمين، عالم شهادة وعالم حقيقة. عالم الحقيقة هو اللي بيصل ليه أولياء الله جل وعلا، ويسمى بعالم الحضرة أو عالم البصيرة، وعليه دلائل من القرآن الكريم. قد قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ولذلك اللي بيعيش في عالم الحقيقة فبيكون عايش في الآخرة، مش عايش في الدنيا. وهذا العالم ما كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلاء، ومن اختصهم الله عز وجل بولايته في كل زمان وفي كل حين وفي كل عصر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأولي الأبصار كانوا يرون الشياطين على حقيقتهم، ويرون الملائكة على حقيقتهم، وهذا ما وقع في غزوة بدر حينما كان المسلمين بيجهدوا، وتقدم الشيطان مع المشركين وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ثم بعد ذلك هرب إلى البحر: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والشيطان قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترات الفتن نقص على عقبه. ثم أن أنا عايز أقول لك أن عالم الحقيقة ده هو عالم لا محدود ولا للزمن فيه وقت. فربما أن بعض عباد الله الصالحين ينتقل من مكان إلى مكان آخر، وهذه من الكرامات التي يحبها الله عز وجل من يشاء من عباده، والقصص على ذلك كثيرة في حيل الأولياء إذا اطلعت عليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس، وهذا مصداقا لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا تصديق الإقرار وتصديق للآية الكريمة: فقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم آمنوا به وصلوا من خلفه واتبعوه، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام. فخلينا ننتقل من عالم الشهادة إلى عالم الحقيقة. لكن الرؤية اللي احنا هنستخدمها دي مش رؤية قلبية، لأن القلب بيرى والعين بترى، لكن الرؤية دي هنستخدم فيها بصيرة الجن، أو بمعنى صح بصيرة قرينك اللي موجود معك غصب عنه مش برضاه. ثم بعد ذلك هنتوكل على الله جل وعلا، هنقدر من خلالها نحدد فين مكان السحر، وهنقدر أيضا من خلالها إن نعرف مين اللي عمل لنا السحر، وهنقدر أيضا من خلالها نرى مكان السحر، وهنقدر من خلالها إن احنا نستخرج هذا السحر. هذه الطريقة يقال لها المكاشفة، يستخدمها علماء كتير جدا في شتى بقاع الأرض، ليس فيها أي شيء من السحر، وليس فيها أي ضرب من ضروب الشعوذة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه يقول: اعرضوا علي رقاكم، وما أقوله لك لا يخالف شريعة الله جل وعلا ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أتكلم به من كتاب الله جل وعلا لا يشتمل على كلمة شركية ولا يشتمل على استعانة بالجن، فمن استعان بغير الله جل وعلا فقد كفر. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واحفظ الله يحفظك، واعلم أن الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، فيما معنى الحديث، على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عز وجل لك. رفعت الصحف وجفت الأقلام، فيما معنى الحديث. فركز معي أخي الكريم، واديني عقلك واديني انتباهك، ولا تخالف ما أقوله لك، فإن شاء الله فيه الكفاية وفيه النجاة من السحر. وهذا ما ستراه بعينك، ستدخل إلى عالم الشياطين وتلجو إلى عالمهم، ثم بعد ذلك ترى من سحرك أمام عينك يأتي صاغرا بإذن الله جل وعلا، فكلها دقائق معدولة. فهل تسمح لي بهذه الدقائق من وقتك؟
إذا سمحت لي بذلك أوقف الفيديو لمدة لحظات وروح أتوضأ وتعال لي مرة تانية. إذا توضأت فحياك الله جل وعلا. ها توضيت، عايزك قبل كل شيء إنك أنت تدخل في غرفة لوحدك، بس عايزك وانت داخل الغرفة دي وانت بتفتح الباب تقول بسم الله، وأول ما تفتح الغرفة تنظر في كل أركان الغرفة وانت بتقول بسم الله بسم الله بسم الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، حتى عينك تبارك المكان اللي انت فيه. ثم بعد ذلك وانت داخل الغرفة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيل كل الصور اللي موجودة في الغرفة، شيل كل التماثيل اللي موجودة في الغرفة، واجعل هذه الغرفة على السنة، واجعلها مسجدا لك، قبلة لك تلاقي فيها الله جل وعلا، كما أوحى الله عز وجل لموسى إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فأنت جعل المكان اللي انت قاعد فيه قبلة، ثم بعد ذلك هذه المكان، هذا المكان يسمى بالناصية. شايف المكان ده ليه سر عظيم جدا، علمه من علمه وجهله من جهله، فكل إنسان مصاب بعين أو مصاب بحسد هذا المكان ما بيكونش إيه مستقيم عنده، فدايما يحس بصداع هنا. فالمكان ده هنستخدمه، هنستخدمه إزاي؟ كل ما علينا إنك إحنا هنجيب ألم جف أو ألم حبر ونخلي حد يكتب لنا في هذا المكان حسبي الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، ونجي كاتبين في المكان اللي هو على اليمين ده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ثم نكتب قوله عز وجل هنا ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذا كتبت هذه الآيات يا أخي الكريم فصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه معك في هذا المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقنا طرفة عين. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عز وجل عنه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وقد قال الله عز وجل وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فربما يقول أحد العقلاء كيف ذلك، ده في الآخرة، طب ما أنا هستنى لما أروح الآخرة عشان أشوف اللي أنا بعمله في الدنيا إيه، ما هي الآخرة مرآة الدنيا والقلب مرآة لذلك، فاللي أنت بتعمله دلوقتي هو اللي أنت هتشوفه في الآخرة. فاستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم معك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كتبت ما قلته لك توجه إلى القبلة الآن وأنت متوضئ، واستمع إلى الآيات القرآنية القليلة، وحات كوبات مية زيدية وزجاجة مسك زيدي، وخذ قليل من هذا المسك ضعه في هذا الموضع وانت بتحط قول بسم الله حتى يبارك الله عز وجل هذا الموضع. ثم بعد ذلك اعمل كده، وانت بتعمل كده قول حسبي الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك هتبص تلاقي ان في سخونة وفي ألم في الموضع اللي انت دهنته ده، ربما يحدث نبض عند بعضكم، ربما البعض الآخر يكون داخل الآن وهو بيسمعني، فكل ده اكتبه في التعليقات. فحنتوكل على الله جل وعلا وحنبدأ بالقراءة المباركة بتاعتنا. أغمض عينك وركز معايا وإن شاء الرحمن تفتح لك البصيرة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون الآن سيضاء نور وانت مغمض عينك إن شاء الرحمن أضيء النور الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تفتحش الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستحضر بإذن الله جل وعلا ويأتي صاغرا كل من قام بسحر هذا الجسد وكل من يسكن فيه من مس أو سحر أو عين أو حسد أمام العين يرفع الحجاب عن العين الآن يرفع الحجاب عن العين فيرى بإذن الله جل وعلا من سحر ومن يسكن جسده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحب كل من يسكن في هذه الأجسام الآن يسحب الآن يسحب الآن أخبرني في التعليقات ماذا ترى أمام عينيك يا أخي الكريم وسأرد عليك وكررها أكثر من مرة حتى تجد مكان السحر وسأرد على كل من قام باستخدامها إن شاء الله إذا أراد الله شاركها لغيرك فالدل على الخير كفاعله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.